بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل على معلم الناس الخير سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. صلى عليك الله يا علم الهدى، يا سيد المرسلين وخاتم الأنبياء والمرسلين. أيها الأحباب المسلمون في كل مكان من أرض الله تعالى، هذه آيات كريمات من سورة نوح، وقد ورد في أسباب نزول هذه الآيات أن الله عز وجل أرسل نوحا عليه السلام إلى قومه، وكان يلقب بشيخ الأنبياء لأنه مكث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، بمعنى يعني 950 سنة يدعوهم إلى الله تعالى، وصبر صبرا لم يصبره إلا أولي العزم من الرسل وهو واحد منهم. إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. فنوح عليه السلام واحد من أولي العزم الذين صبروا على قومهم، الذي صبر على قومه وتحمل الأذى في سبيل الدعوة إلى الله تعالى، 950 سنة يدعوهم إلى عبادة الله سبحانه وتعالى، وأخذ أنواع متعددة من الدعوة إلى الله تعالى. أخذ يدعوهم ليلا ونهارا، يدعوهم سرا وجهرا، وهم في إعراضهم كانوا يعني يضعون أصابعهم في آذانهم حتى لا يسمعوا ما يقول نوح عليه السلام، بل كانوا يزيدون على ذلك أنهم كانوا يحملون أثوابهم ويضعوها على رؤوسهم وعلى وجوههم حتى لا يروا نوح ولا يسمعوا منه. وظلوا على ذلك مكذبين لنوح عليه السلام 950 عاما، 950 سنة مكذبين لنوح عليه السلام. فلما علم أنهم أن الكبراء منهم لم يؤمنوا، كذلك الأجيال القادمة منهم تصر على الكفر، دعا الله عز وجل وقال: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. فأمر الله عز وجل نوح عليه السلام أن يعد سفينة فيحمل ويجمع فيها من كل زوجين اثنين، يعني من الطيور، من كل شيء من الحيوانات، وزوجين اثنين، ويحمل معه طعام وشراب. فاستجاب نوح عليه السلام وصنع السفينة، وعلمه الله عز وجل النجارة فصنع السفينة، وكانوا يمرون عليه ويسخرون من نوح عليه السلام لأنه يصنع سفينة. فنوح عليه السلام يقول لهم: سوف تندمون على هذا الاستهزاء، وقد كان. وبالفعل صنع السفينة وحمل فيها من كل زوجين اثنين، وحمل أهله من أهل الإيمان وجمعهم في السفينة حتى جاء الإذن من الله تعالى، فأمر الله عز وجل السماء أن تمطر فأمطرت، وأمر الأرض أن تخرج الينابيع فيها فتفجرت الأرض بالعيون، وأصبح الماء عاليا يعني حتى على قمم الجبال، فكان فيضانا كبيرا، وغرق المشركون والذين كذبوا بنوح عليه السلام، وجاء الطوفان ونجى الله عز وجل نوح عليه السلام ومن آمن معه وببركة إيمانهم، وحملهم في السفينة حتى هدأت بعد ذلك المياه بعد أن أغرقت أهل الكفر، ونجى نوح عليه السلام ومن آمن معه. هذا وبالله سبحانه وتعالى التوفيق. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله.
اللهم صل على معلم الناس الخير سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها المسلمون في كل مكان من أرض الله تعالى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعيش مع حضراتكم في هذه اللحظات الإيمانية المباركة حول آيات من سورة نوح، يتحدث فيها الحق سبحانه وتعالى على لسان نوح بأنه يأمر قومه بأن يستغفروا الله عز وجل ويتوبون إليه سبحانه وتعالى، ويؤمنوا بالله ويتركوا عبادة الأوثان والأصنام التي يعبدونها من دون الله. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. فقلت استغفروا ربكم، أي قال نوح عليه السلام لقومه استغفروا الله تعالى ولا تصروا على عبادة يغوث ويعوق ونسر وهذه الأشياء التي كانت الأصنام التي كانت تعبد من دون الله تعالى، واتركوا عبادة هذه الأصنام إلى عبادة الله سبحانه وتعالى واستغفروا الله وتوبوا إليه. ولكنهم أصروا على كفرهم وعلى شركهم. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، وغفارا أسلوب مبالغة بأن الله عز وجل يغفر كثير المغفرة وكثير الفضل وكثير العطاء. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، يعني ينزل عليكم المطر بغزارة، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. والاستغفار له فضائل وميزات كثيرة. ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه استغفروا الله فإني أستغفر الله عز وجل في اليوم 100 مرة، في رواية 70 مرة كما صح عنه صلى الله عليه وسلم أو كما قال. وكان صلى الله عليه وسلم كثير الاستغفار، وقد علم أصحابه صلى الله عليه وسلم فوائد الاستغفار، وعلمهم سيد الاستغفار. فقال صلى الله عليه وسلم في حديث ورد عنه، بمعنى أن هذا الحديث سمي سيد الاستغفار لأن فيه ميزات لا تتوفر في أي دعاء آخر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من دعا بهذا الدعاء في بداية يومه فمات قبل أن يأتي عليه المساء أدخله الله عز وجل الجنة، ومن دعا بهذا الدعاء في مسائه ودعا بهذا الدعاء وتوفاه الله عز وجل قبل أن يدخل عليه الصباح دخل الجنة كما صح عنه صلى الله عليه وسلم أو كما قال، والحديث عند الإمام مسلم والبخاري وغيرهما بأسانيد صحيحة متصلة. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ورد عن الحسن البصري رضي الله تعالى عنه أنه جاءه رجل فقال يا إمام أدعو الله عز وجل لي. فقال له ما لك؟ قال لقد جفت الأرض وأريدك أن تدعو الله لي أن ينزل علينا المطر، فماذا تعلمني؟ قال له اذهب فاستغفر الله. وجاء رجل آخر فقال يا إمام أصابتني فاقة، يعني الفقر، فادعو الله لي. قال اذهب فاستغفر الله. وجاءه آخر فقال يا إمام أشتكي لك قلة الولد، فادعو الله عز وجل لي. قال اذهب فاستغفر الله. قلة المال وقلة
قلة الولد وجذب الأرض وعدم نزول المطر كله بالاستغفار. قال: كيف ذلك؟ رجل من السامعين له قال: أتاك ثلاثة من الناس وكلهم أرشدتهم يا إمام إلى الاستغفار. قال: نعم، أما قرأت قول الله عز وجل: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مضرارا، أي ينزل المطر، ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. هذه ثلاثة أشياء جمعت في آية واحدة. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مضرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا، أي ما لكم لا تعظمون الله حق التعظيم وقد خلقكم الله عز وجل أطوارا متعددة. يعني خلقنا الله عز وجل وخلق البشرية عامة، خلقنا من طين ثم بعد ذلك من نطفة ثم من علقة، وذكر الله عز وجل أطوار خلق الإنسان بأن الله عز وجل خلقنا من مرحلة إلى مرحلة حتى بدأ الإنسان طفلا ثم صار شابا ثم صار كهلا، ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا، لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. هذه الآيات تشير إلى طور خلق الإنسان من مرحلة إلى مرحلة. ونوح عليه السلام قومه بهذه الأطوار إلى بداية الخلقة. ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا. ثم بدأ الحديث من الحق سبحانه وتعالى يشير إلى نظر الإنسان أو واجب على الإنسان أن يتفكر فيما خلق الله عز وجل لا أن يتفكر في ذاته سبحانه وتعالى، وينظر إلى خلق السماوات وخلق الأرض، كيف أن الله خلق السماوات أطوار وكيف أنه خلق سبع سماوات وجعل القمر فيهن منيرا وجعل الشمس سراجا، جعل الشمس سراجا وهاجا أي حمى الأرض وجعل الشمس في الأرض وجعل القمر في السماوات. ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا أي طباق فوق طباق، يعني سماء فوق الأخرى، وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا. انتقل الحق سبحانه وتعالى من الحديث عن السماوات إلى الحديث عن الأرض وكيف أن الله عز وجل خلق الإنسان وأنبته من الأرض. كما ينبت النبات من الأرض فيتدرج في التنشئة من حيث يكون صغير الحجم إلى أن يعلو، وحيث أن على سبيل المثال النخلة الصغيرة تكون يعني فسيلة صغيرة وثم تنشأ وتكبر حتى يرتقي عليها أكثر من شخص وتعلو في السماء عالية. كما أن هذه النباتات تعلو كذلك الإنسان، كما أن هذا النبات خلق من الأرض كذلك الإنسان خلق من الأرض. ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا.